هذا كما تفقد محافظ الإسماعيلية ياسين طاهر يرافق أعضاء من النيابة الإدارية عددا من مصابي الحدث الإرهابي بمسجد الروضة المتواجدين بمستشفى الإسماعيلية العام. كما اطمأن المحافظ على استقرار حالات المصابين الصحية ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم. كما التقى بعدد من أهالي وأسر المصابين واطمأن منهم على عدم وجود أي طلبات أو شكاوى. وفي تصريحات خاصة لأون لايف أكد محافظ الإسماعيلية أن معظم المصابين جراء الحادث الإرهابي تمثلوا للشفاء، مشيرا إلى أن المحافظة بجميع خدماتها الطبية وأجهزتها التنفيذية في خدمة المصابين. هو يمكن أبرز ملامح الموضوع أن الحمد لله الحالات بتتحسن والحالات رايحة صحيا، وطبقا للتقارير اللي بتوصل لي من السادة المسؤولين هنا أنها رايحة في اتجاه الأفضل. احنا يمكن في الإسماعيلية عندنا حوالي 53 حالة مصاب، ويمكن دول الأكثر عددا في أي مكان تاني. كلهم الحمد لله، وان كان في تدرج في الحالات، فيهم حالات عنايه مركزه، فيهم حالات عنايه مركزه فائقه، وفيهم حالات تحت الملاحظه فقط. لكن في الاخر كل ما هو مطلوب من امور طبيه وامور خاصه بالشؤون الصحيه بالنسبه لهم تم تاديتها بشكل كامل داخل مستشفيات الاسماعيليه.